What's cooking مع الشيف شربل اليوم؟ صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ سافا. فريكي، سمك، خبز مقلي، لبنة. صح. جبنة. جبنة ولا لبنة؟ جبنة. جبنة. هي البروسس تبعها مثل اللبنة، بس هيدي الجبنة هي من أطيب الأجبان يلي بتطلع بلبنان. بعرف بعرف دقتها. بس ما قدرت نقول للمشاهدين. ما قدرتي تنطري غير ما دوقتيك. ما قدرت غير ما دوقتيك اياها. اليوم هيك تما نضيع المشاهدين، عندنا اكلتين، اليوم رح نعمل اكيد الفريكي بالسمك، اكل كثير طيبة ومنا معقدة. واليوم بدي ضوي على هالجبنة هيدي اللي هي أكثر منطقة بلبنان بتصنعها، هي منطقة أهدن. أهدن. امبارح طلعنا على أهدن وبدي أقول لهم عن جد ثانكس عن جد كل الاشخاص، يعني شفتك عم تاكل كبده والكبه والكبه الصاجيه والكبه النيه صحتين اكل، بس برجع بقول على طول الاكل بده نفس. مزبوط. وقد ما اهل اهدن بيطيروا العقل سبحان الله، بس يكونوا عم يعطوا الشغله من قلبهم، اكل كثير طيب. طيب بقى جبنا من فوق الجبنه الظرفيه بسموها، او جبنه ذكرى بسموها. هيدي الجبنه اكيد من حليب المعزه، بتتكيس بتتعتق بتتكيس بالجلد تبع المعزة من بعد ما يتنشف يتملح ويتنشف بيتخيط بيصير مثل كيس. كيس. بتنعمل الجبنة بتتنشف مزبوط، بتنحط شقف بقلبها مع قريشة بقلبها. أه. بيكبسوها مزبوط وبتتعلق بالأبو. هلأ أنا امبارح اتفاجأت أنه الأصول بتتعلق بالكويخ، يعني وبعضهم لهلأ بيستعملوا الكويخ، بيعلقوها بقلب الكويخ بحدود الجمعتين ثلاثة لتنشف مزبوط. بتشيليها بتستعمليها قاسية ما بتنقص بسهولة، سميكة ايه حدة بتعلق بتم من فوق لأنه قد ما في دسامة، بس مش معقول قد ايه طيبة قد ايه طيبة. بقى هيدي هي الجبنة مثل ما رح فرجيك اياها هون. تحية لكل مشاهدينا بأهدن عم يحضرونا، عن جد تحية كبيرة. وأنا عم بدي أتوجه بشكر خاص لأهل أهدن، لأنه عن جد اللي عملوه امبارح معي بتعرفي قد ايه لبناني عن جد، قد ايه اللبناني عنده شو بيقولوا الطيبة، قد ايه عن جد بشوف أهل الجبل بعد عندهم إياها هيدي الشغلة، حسن الاستقبال فظيع شي زيادة عن اللزوم، يعني هيك كثير خجلوني امبارح. بقى بقول لهم ثانكس. بنبلش؟ يلا يلا خلينا نبلش. هون شو عاملين؟ شو عامل انا؟ الفريكي بنخاف من الفريكي لانه مش مثل الرز، يعني بسهوله لازم نغسل الفريكي، لازم بدها تتغسل مزبوط. بدنا نتاكد من وجوده الفريكي انه تكون الفريكي كثير خضراء، منا يابسه منا مكسره، نتاكد انه في منا في بقلبها بحص، لانه ما في مهرب ما يطلع فيها بحص الفريكي على طول. هيدي كثير مهمه، بنغسلها وجهين لنشيل القش اللي بعده بقلبها لانه على طول بيطلع منها قش، لكن البحث بضل تحت، يعني لازم البحث بضله تحت، بس برضه نوت انف. بدك تجربي قد فيكي تفتشي عليهم، كيف نفتش بالعدسات على البحصات؟ بدك تعملي على القليله 2 راوندز تتكوني اكيده منها الفريكي، لانه بتعرفي البحصه تكسر سن ما في مهرب منها. بقى هون انا عامل سلق الفريكي نص سلقه هلا نظرا لضيقه الوقت، عامل مرقه السمك. مرقة. صح. انت عم تسلق هلا بدي اجمعها بالمرقه. انا أوكي. شو عامل هون؟ عامل مرقه السمك، هو بدنا شيء ملقط. اوكي العظمات السمكه اكيد حطيتهم كليتهم سوا مع الراس، شلت أوكي. المرقه، يعني صار أوكي. عندي المرقه، عندي هون الفريكه مسلوقه نص سلقه، وعندي البصل المسلوق يلي دفت مرقته على مرقه السمك، يعني على طول السمك والبصل يعني زوم البصل وزوم السمك مع بعضهم كثير منيح. حطيت شويه مواد معطره، جزر، عنق كزبره او عنق بقدونس بقلبها اكيد تنشيل الزفره تبعها. بقى صار عندي الصوص، عندي الفريكه، بدنا نفوت السمكات على الفرن. هلا شو بدنا بالسمكات؟ انا جايب سمكات طازه اكيد دجاج، ما بنستعمل على طول، برجع بعيد كل ما بنحط حلقه عن السمك برجع بقول انه عندنا سمك بلبنان. مزبوط. ما تستعملوا سمكه مفرزه، جيبوا سمكه طازه. مزبوط. صدوا اطيب، جوده احسن، بعدين تنستعمل وطعمه اطيب اكيد. صح. بعدين تنستعمل الراس تبعها، يعني كمان نقدر نعمل منها المرقه. هلا انا شو عامل هون؟ مسحبها مثل ما شايفتيها مفتوحه كلياتها سوا، انا حتى مفتوحه بالصينيه. صح صح، هيك اكثر شيء بتنعمل على الطريقه بمصر، اكثر شيء بيعتمدوا هذه الطريقه، بيفتحوا السمكه بدنا نشويها، برشوا ايه اكيد بدنا نشويها. رح نفتحها هيك نحطها بقلب
بدنا نحط مطيبات، بدنا نحط ملح وبهار ابيض لانه الفريكه فيها كثير بهارات، بقى مشان هيك ما بدي تقل تقل السمكه، يعني هيدي اهم شيء. هون انا بدي رش لها شويه ملح، شويه بهار ابيض، زيت زيتون نكزه فيليه هيك على وجهها، او شويه مبيد ابيض كمان. أوكي. المبيد الابيض بيساعد السمكه ما تزنخ وبيعطيها طعم كثير طيب. أوكي. على الفرن 10 دقائق، بدهم حدود الست دقائق ماكسيموم، ما بدهم اكثر. مشان هيك عم بقول انه قصتنا بالسمكه هينه سريعه. انا مثل ما شفتي هون مثل ما حكيت سلقنا الفريكه، سلقين الفريكه مزبوط، عاملين المرقه. انا بدي احط الجارنيتور تبعها، هن هودي الثلاثه، البصل المسلوق، الحمص والبروكولي، هودي يلي بدنا نحطهم مع الفريكه. بدنا نقدمها على وجه السمكه مثل ما هي، مفتحين السمكه رح نحطها على الجات ونقدم الفريكه على وجهها. هلا تنعمل الخبز يلي حضرناه مشان هالجبنه الطيبه يلي دقناه يلي ما كنتوا تنطروا له، مع انه كنت بدي ادويك اياهم هلا على الهواء، بس يلا نرجع بندوق في مشكل خسارة على كل الميلات. بس بعزم كاتيا، أنا ما بيكون لوحدي. يلا أكيد كاتيا، ما رح ندوق هالمرة من دونك. خبزة ساج، أوكي، خبزتين لازقين ببعضهم، فينا نحطهم على بنلتهم ببيض مخفوق. أوكي، لتة صغيرة هيك، أكيد مخفوق بيض مع رشة ملح. هون أنا خلط سمسم حبق مع بعضهم، بنحطهم عليها، نقلبها لتاني ميل. ملاحظة انه دغري بيلزقوا، دغري بيلزقوا عليها اكيد. وبدنا نحمي النار ونقليها هلا لا نستعملها دغري. يلي بتصير معنا هي هالكعكة، هيدي خلينا نسميها الكريسبي. انا هون النار عندي هلا بلال حامية، بدي فرجينا الكعكة الكريسبي، بدنا نشوف اذا زيت حامي يلا بنسقطها فيها. شفتوا؟ بدها دقيقة بس، يعني دقيقة مع سمسم على كل الميلات، مع سماء ومع حبق بتعطي سافور. تقرش الجبنة هلا، بدنا نخلطها شوي صغيرة مع نكزة زيت زيتون، رح نقدم معها عنب لانه هيدي الجبنه كثير حاده، لازم يكون معها نكسر شوي، لا نكسر شوي صغيره، جبنه كثير حاده، لازم نقدم معها صنف من فواكه، من الفواكه، فينا نقدم معها حيلا صنف من المربى كمان بيلبق لها كثير. ما بيمنع مكدوس، ما بيمنع زيتون، ما بيمنع زعتر، ما بيمنع يعني اكيد بتلبق مع كل شيء. اللي بحب بده يخلي هالطعم الحد، يعني ما بحبها كثير تقيله، يحط معها صنف من اصناف الفواكه. يلا بدنا الجبنه. شفتي قد ايه قاسيه، قد ايه هيك ماسكه، يعني هيدا نتيجه ثلاث جماع معلقه بهالكهف. لا بتنعمل هيدي البروسيجر، يعني نحن لا ما بنعلقها، انه ليش ما بتنعمل ببيت، ما بتنعمل لما بتنعمل بكيس عادي، او لا بهالمنطقه، يعني لا بكهف او بابو، لانه بالجبال على طول بتعرفي انه خاصه الجبال العاليه ما في رطوبه، يعني بتكون في سقعه بالابو، بيكون في لا حتى بالابو بالجبال ما في، يعني في سقعه وما في رطوبه، صح؟ لانه كل ما بتعلي، كل ما بتبعدي عن البحر، كل ما الرطوبه بتقل، بقى الرطوبه على طول اذا شغله بدك تعتقيها بمحل رطب بدها تنتزع، أكيد. ما في مهرب، بقى منشان هيك على طول الجو اللي موجوده بقلبه هي على طول بتعطيكي تحفظ هالبرودوي وما بتخليه ينتزع، لانه بيوصل نتيجه التعتيق مثل ما حكينا لثلاث جماع، سينو يمكن بيعفن، صح؟ ما هيدي هي المشكله، انه وانتبه عم نشتغل نحن بحليب، يعني الحليب بينغلى على النار اكيد، يعني مجرد مغلينه، يعني تقريبا باستوريزي، منه بس مش 100% باستوريزي، اكيد لانه باستوريزي بده يكون بده ينغلى على حراره عاليه، يرجع ينزل دغري نعمل له شوك على حراره كثير واطيه تنقتل 100% البكتيريا اللي بقلبه. هون مثل ما شفتي قاسيه عم كبسها، بس انا ما بدي اياها تصير كلياتها سوا. هون لازم نشيل الخبزه، يلا خلصت. حطها هون
يلا هلا شو بدنا نزيد على هون؟ بدي احط هلا زيت زيتون، شوية زيت زيتون عليها. اذا فينا نقول فيك تقولي اثنين سوا لبنه اللي صارت جبنه. هلا بيقولوا كمان عنا انه فوق باهل الضيعه بيسموها جبنه ذكرى. هلا انا كمان سالت، يعني بتعرفي بدك حشريه على على الاسامي، وخاصه باسامي الضيع يعني. ليه؟ هلا في لها كذا فيرسيون خبريه، بس الفيرسيون الاساسيه اللي بتقنع اكثر شيء انه بتبقى مثل المحل ما بينزل من قلب البو تبع المعزه، محل ما بده ينزل المصل، ما هن بيعلقوها بيتركوا لها فتحه. أوكي. هي بسموها ذكرى، شكلها مثل الذكرى، مشان هيك بسموها ذكرى. زيت زيتون هيك بنحطها كليتها سوا مع بعضها. ريحه الزيت زيتون حتى هيك جبنه بدها زيت زيتون غير شكل. بدها زيت زيتون غير شكل. يلا خلينا نبلش نحطهم على الخبز. هالخبز زيت هودي. يلا ملعقه. شو بدنا نعمل بالفريكه؟ يلا ما نحط الفريكه على النار. الفريكه اوريدي المرقه تبعها صارت جاهزه. اوكي هيك من بعد ما نكون صفينا هالحبات هون عليها نرجع بنحط الفريكه على النار دغري، لانه ما بتاخذ معنا كثير وقت. ما نكتر منها الجبنه كثير لانه حده قويه. مزبوط. هلا نحن اخترعنا هيدي الخبزه، هي عاده فيكم عادي مثل ما بتاكلوا اللبنه، خبز صاج طيب، حيلا شيء يكون خبز بلدي 100% نحطه معه ندوقه. انا بتعرفي على طول اوبس يلا طقت معي، بتعرفي قد ما حطينا لها زيت. خليني احطها هون حطهم عليها. ايه اضبط. بقى مثل ما بحكي على طول انه على طول بحط خبز توست. مرقوق كمان. خبز مرقوق 100%. عم تكتر. بدنا نحط العنب بعد، بدنا نحط العنب عليها. بقى افضل انه اذا كترنا شوي صغيره اكيد بنحط فواكه، يعني ضروري نحط فواكه عليها. فينا ما نكترهم حتى. فينا ما نكترهم اكثر. هلا بحط لك وحده جدا خفيفه. بس تعرف حتى البريزنتاسيون كمان تبانه كلياتهم سوا هيك بيشبهوا بعضهم. عنب احمر وعنب الاحمر. هلا موسم؟ هلا موسم العنب، موسم التفاح، العنب اللي بلا بزر، والجوز الطيب عندنا بلبنان، الجوز كمان رائع جدا. يلا هون رح نخلص، خلينا نحط الفريكه على النار لتستوي معنا، نرجع منزين بالاخر ما بيأثر، اهم شيء خلص ريحنا راسنا، حطينا كل الخبزات، حطينا عليهم هالجبنه الطيبه. يلا بعد شوي صغيره هون. اوكي جريت. خليني ردهم على البراد. بدنا نكفي عليهم، مش رح خليهم هيك. مش كل يوم رح ناكل هيك صنف جبنه. ايه مش كل يوم بدنا نطلع اهدن ونجيب. يلا تننتقل طيبة نعمل الغير شكل. ولا انا صراحه صار لي زمان ماني طالعه اهدن، وثابت من شي 5 6 سنين طالع بالليل، يعني ماني طالع بالنهار، ثقبت انه حكيم شغل طلعت بالليل. اول مره بطلع على اهدن بالنهار، يعني لا مش مقبول عن جد هالمنطقه قد ايه حلوه، مش مسموح هالمنطقه قد ايه حلوه. بقى اكيد برجع بطلع، يعني ما في مهرب رح نرجع نطلع عليها. هالمنطقه رائعه جدا، خاصه وادي القديسين وادي عديشه. اكيد. يلا حطينا هون انا بصل وثوم على النار. اوكي, أوكي. انا اوريدي مقليهم، بدي زيد عليهم مرقه السمك. اوكي بدي مصفايه ولوش دغري تنزيد عليهم. يعني انا هون عم بعمل هلا الفريكه، والفريكه اللي عم بعملها قريبه شوي للتكستشر تبع للريزوتو، يعني فيك تعمليها قريبه للريزوتو. بس هلا
اذا في ناس ما بيحبوا السمك فينا نستبدل مع الدجاج؟ اكيد اكيد. إيه؟ هي الاصول اصلا دجاج ولحمه، لحمه مش أوكي. مش فريكه، مش سوري مش سمك، مش سمك. بس نحن عملنا ريفيزيت اليوم، بس ما ضروري يعني منا باز انه ايه خلص يعني الفريكه للدجاج واللحمه او مغربيه. إيه؟ لا فينا نغير، فينا نغير اكيد، لانه هيك مثل الريزوتو بدنا مثل الريزوتو رح اعملها. اوكي شوي شوي بدنا نزيد المرقة. حطينا المرقة، هي جمعة كثير هين. هلا ما في مهرب من شقفة الزبدة، الفريكة بدها سوري الفريكة بدها زبدة، وهي الأصول بدها سمنة. شقفة شوي كبيرة بس هلا بدوب ما منشوف. صغيرة صغيرة لإلها. يلا عندي كمون، عقدة صفرة، أنا زايد العقدة الصفرة، ما أنا محطوطة على الروسيت بس ما بيمنع تحطوا عقدة صفرة معها كمان. مع السمك العقدة الصفرة طيب؟ بالطيب، إيه أكيد بالطيب، بهار أبيض، ملح. ما ننسى الملح فيها، شفتي كيف دغري شربتهم؟ يعني مظبوط قد إيه هالفريكة بتمتص السوائل يعني. بس الحلو فيها إنه ما بتستوي مثل الرز، بتصير أوفر كوكت يعني، الحلو فيها بتدلق قرشتها مثل قرشة الريزوتو. مظبوط. يعني شفت قد ايه طريقتها كمان هينه يعني، اوريدي محضرين نحن الغراض تبعها. مظبوط، اذا محضرين هينه كثير، بدها 10 دقائق. مظبوط، وبتعرفي حتى الغنم اكيد ما في اطيب منها الفريكه بالموزات، بس فينا نعمل الفريكه تطلع بينا فريكه، لانه السمك بتاخذ 6 دقائق، موزات الغنم بتاخذ 3 ساعات. هلا اكيد سبحان الله طعمه بتغير العقل، بس ما بيمنع نهار نقدر نقطع شيء هيك فيه تويست مخدوم. حمص بصل، كويس زيت، شوي مثل المغربيه، هلا مثل القريبه شوي قريبه شوي الكارنيتور يعني المغربيه. مزبوط. نغير ريحه حلوه. بنحط بعد شقفه من الزبده. لا عم بمزح خلص. بزياده انا لالي سمعي سكتي. يلا تنشوف الطعمه تبعها اذا ناقصها ملح، اذا ناقصها ملح، اذا ناقصها شيء هيك. ملح صح، بدها نكزة ملح. هلا تركين الحامض للاخر، بنطفي الحامض بالاخر فيها، ما فينا نحطهم هلا دغري لانه ممكن تمرمر على الحامض. فمشان هيك افضل انه يلا بعد عنا دقيقة ونخلص. يلا انا خلصت السمكة حتى استوت، رح ذوقك اياهم. ذوق الطعمة تبعهم. يلا لازم نبلش نسكب لانه مبدئيا السمكة صارت كمان ردي، خلينا نشيلها من الفرن. القرشة، شفت القرشة شو طيبة فيها؟ أنا بحب هالقرشة كثير 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 طيبة وخفيفة، منا ثقيلة بالبهارات. مزبوط. لأنه ما بدنا نروح طعمة السمك. السمك جودته عالية، ما بدنا نروح طعمة السمك حرام يعني. أكيد. لأنه السمكة بدنا نعطيها قيمتها على طول لطالما نستعمل سمكة طازة. نحن خلص وقتنا شربل، يلا نحن رح نسكب ومنشوفكم مشاهدينا بتيستينج. يلا أتوتلا. وين كنا وين صرنا؟ يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا. غير شكل، بدنا نصور الفريكة مع السمكة. لا لا شو حلوة، بدها صورة. اي والله. وعندي هون العنب، بنحطهم على وجهها هيك طبعا. لل شو هيدا؟ شي بعقد، شي كثير حلو.
هون مثل ما شفتوا عم بحط العنب على وجهه للجبنه الظرفيه. اكيد بدها فواكه لانه الحديه تبعها الاسيديتي قويه بس نبلش عن جد هالجبنه يعني فينا نبلش يلا شيء كثير طيب ويعني الواحد ما بيعود يعني عن جد في برودكتس بلبنان ما بيعود بده شيء من برا صح 100% بس نعرف بس نعرف بعتقد هيدا عندها موسم ما هي لا بتنعمل على مدار السنه اوكي كمان شيء كثير منيح واكيد لطالما في مرعى يعني لطالما عم بيقدروا هال يلا 1 مينت هالرعيان بالجبل عم بي عم بيقدموا هالطبق عم بيقدروا يصنعوها بيكون بيرفكت يلا تنسكب على السريع ندوقكم قبل ما نخلص شيل الشقفه هيك حتى قديه قديه هينه تقدري لك العده والله لا ضروري قريب يلا اوه شيء كثير حلو ما تخافوا من الحسك انا شايل الحسك منهم كمان اه حندق على السريع بس لانه ما عندنا وقت فاضي سمك بلا حسك اوكي ميرسي رنا شو روعه السمكة تروتها روعة والفريكة يعني بعد اطيب من الرز على هيك شيء عن جد عن جد عن جد كثير روعة ما هيك؟ بتجنن انا بحب هال بس بدك تسلق الفريكة قبل ما تحطها سلق الفريكة نص سلقة هلا فيك تعملي مرقة السمك وتسلق الفريكة دغري بمرقة السمك بس احنا نظرا لضيق الوقت هلا عملناها من هالبروسيدور بس رح يعطوا زيت الطعمة والحلو انه برجع بعيد كل اللي شايفينه على الطاولة منتج لبناني ليش لا؟ كان اشتغل بريزونتاسيون حلوه كاليتي بالطياره والفريكه والجبنه وكل شيء وخبز المرقوق روعه روعه كله ثانك يو شربت ميرسي لكم ثانك يو فيري ماتش بنشوفك الاحد ان الله الله رد الاحد يلا مشاهدينا انا برجع بشوفكم الاسبوع الجاي ما تنسوا البسمه باي باي